السلام عليكم مومو، بغيت نعطيكم قصيره قبل هذا لافير اللي تبعته 15 يوم الاخرين ديال رمضان. كل رمضان عندي برنامج مباشر على الاذاعات يتقادو سميتو مومو رمضان شو، كيدوز العشيه من جوج حتى الخمسة نهار الخميس ديال السمانه الثانيه ديال رمضان، كادور هاد الدوخه ديال رمضان. المستمع الاول لازم يعاود لي القصه ديالو، المستمع الثاني، الثالث، المستمع الرابع غادي يدوز. يلا غنهضر معاه، تسمعات لايف مباشره، تسمعات اي 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 تليفون ايفون ايفون ايفون. تبرصنا عليه، قلنا شنو وقع، شنو وقع عليه، الله يكون بخير وعلى خير. الناس المستمعين دوك عيطوا كيسقسوا فيه كيسولوا عليه. طلبت من المستمعين قلت لهم غير ما تبقاش عيطوا بزاف، الناس كيعيطوا بزاف، ما تعيطوش بزاف على ما نطمئنوا على السيد اللي عيط لينا شنو وقع عليه. عاود عيط عاوتاني، داز معايا مباشره لايف، قلت ليه شنو وقع عليه، قال لي راني كنت نهضر معاك، يلا غنهضر معاك. قاس الطوموبيل، رجع خطف ليا التليفون، خطف ليا الايفون ومشى به. الايفون يلاه شريتو، مازال ما كملتوش الثمن ديالو. درت الواجب، سولتو قلت ليه واش نتايا ديكلاريتي عند البوليس؟ قال لي راه مشيت عند البوليس. قال لي راه ديك البلاصه اللي تكريتيتي فيها راه ما فيهاش الكاميرا تترجم من بعد، قلت له خاص ترجع تكمل ديكلاراسيون ديالك من بعد. السيد بقى فيا، بقى فينا كاملين، بقى في المستمعين. ما كملتش التليفون في الخاص ديالو، قال لي التليفون عزيز عليا، الله خديتو بالشهوه ومازال ما كملتوش خلاص داكشي كامل. قلنا غنديرو غنعطيو تيفو ربحو تليفون. قلت له ربحتي تليفون اجي خذو لغد ليه تليفون، حنا في الراديو ما عندناش تليفون، شريناه لغد ليه. هادشي وقع الخميس، جا خداو الجمعة. جا السيد جلس معايا، راكم تكون شفتو فيديو، جلس معايا، جلس حدايا، حلي التليفون، قلت له التليفون ديالك، عاود القصة عاوتاني. مشى في حالاتو بالخدمة المتقونة ديال البوليس، بان على أنه هادشي كان مونتاج، جوج ديال الناس اللي دارو المسألة هادي، الأول اللي عيط راسو تفر ليه التليفون، والثاني اللي جا خدا التليفون. الأول علاش ما جا خدا التليفون؟ الأول ما خداش التليفون لأنه مبلوكي عندنا حنايا في الراديو، مبلوكي من ناحية الرباح. فاش كتربحو في الراديو، فاش كتربحو عندنا حنا قوانين المسابقات والقوانين ديال لي كادو، إلا ربحتي على حسب شنو ربحتي كتبلوكي ما 6 شهور يا ما عام يا ما عام، لأن الكادويات مديرين في الراديو باش نشكركم على الوفاء ديالكم. هادشي اللي كاين. هو كان بلوكي، صيفط لاخر خدا التليفون. سقنا الخبر لهادشي، سقنا الخبر لهادشي، عرفنا هادشي عاد، عرفنا شنو واقع. انا دوك الناس ما لي معاهم حتى شي علاقه، عمرني ما شفتهم، عمرني ما تلاقيت معاهم، عمرني ما درت معاهم حتى شي حاجه. دابا كاين الحكم ديال المحكمه الابتدائيه اللي تفات الثلاث اللي فات، القضيه غتمشي لمحكمه الاستئناف. انا عندي الثقه الكامله في القضاء، وعندي الثقه الكامله في السلطات الامنيه، والثقه في القضاء ديال بلادي، وغادي يكون خير ان شاء الله. المحامين ديالي مقتنعين وعندهم ما يفيد على انه ما عندي حتى شي علاقه بهاد الناس، وما عندي حتى شي علاقه بهادشي كما ضحيه ديال المساله هذه. يكون خير ان شاء الله. بغيت نشكركم جميع الناس اللي واقفين، الناس اللي كيصيفطوا لي ميساج، الناس اللي الناس اذاعات يتغادوا تهم، الناس ديال اذاعات يتغادوا تهم اللي واقفين معايا، كنشكركم جميع. يكون خير ان شاء الله. انا عندي الثقه الكامله في القضاء وفي العداله ديال بلادي. يكون خير ان شاء الله. دعيوا لي مع امي، تاثرت بزاف بهادشي اللي وقع، تاثرت بزاف بهادشي اللي وقع. يكون خير ان شاء الله، ولله الحمد، وحسبي الله ونعم الوكيل.